المرة الماضية مين بيقدر يذكرنا عن إيش حكينا؟ شو أهم المفاهيم اللي حكينا عنها؟ احكي دكتور. عن الداتا دكتور. تفضل. طبعا تفضلوا. اول شيء دكتور حكينا عن مفهوم الستاتستكس بشكل عام، وتطرقنا لانواع الستاتستكس. عندنا كان نوعين وعرفنا الفرق بيناتهم، وحكينا بمفهوم اعمق عن البايو ستاتستكس، انه هو مختص، هو ستاتستكس مختص بالمجال الميديسن والاشياء الطبيه هاي. وحكينا كمان عن مفهوم الداتا وانواع الداتا والمصادر اللي بنحصل منها الداتا. هاي يعني هاي بشكل عام اللي اخذناه. شكرا. تمام. في البدايه تحدثنا عن مفاهيم الاحصاء بشكل عام، ذكرنا انه الاحصاء له نوعين. مي ايش هم النوعين؟ اذا حدا بيحب يضيف للي زميلنا حكى. ممكن دكتور حكينا. اللي حدا من الزميلات اللي رافعين ايديهم، تفضل يا دكتوره. مين رافع ايده؟ سامح او منذر؟ سامح او عبد الله؟ دكتور انا سامح. تفضل. دكتور حكينا انه الاحصاء نوعين عبارة عن طيب شكرا دكتورة. حكينا عن نوعين من الاحصاء، الديسكريبتيف ستاتستكس والانفرنشال ستاتستكس. ديسكريبتيف ستاتستكس شو الفرق بينها وبين الانفرنشال ستاتستكس؟ احكي دكتور. حابب زميلنا قبل شوي كان رافع ايده، اذا حابب بيحكي نعطيه مجال. تمام دكتور. دكتور انا سامح، ممكن احكي؟ سامح تفضل. دكتور حكينا انه الاحصاء الوصفي عباره عن مفاهيم او اساليب او بيانات عديه او تكثيف بيانات او كميات عديه. اما الاحصاء الاستدلالي هو عباره عن استنتاجات او معرفه مستمده او فرضيات او تقدير استيميشن او احصائيات، يعني هاي الفرق بيناتهم. طيب شكرا سابح. حدا بيحب يوضح اكثر؟ تفضل عبد الله. دكتور بالنسبه للديسكريبتيف هو يعتبر تحليل اولي، جمع بيانات مثلا تنظيمها وتحليلها، وبتعامل مع البيانات الرقمية. أما الانفرنشال فهو يعني يعتبر مجموعة من البيانات، مثلا عند البوبوليشن نحن بنأخذ منها عينة سامبل، وبنساوي نحن دراسات على هاي العينة، وبنساوي بنطلع نتائج عن المجتمع بشكل عام. النتائج بتطلع معنا يعني بشكل تقريبي. طيب شكرا عبد الله. غيداء رافعة ايدك ولا من أول؟ طيب حتى تصير كمان الأمور أكثر وضوحاً في هذا الجانب، الديسكريبتيف إحنا دائماً في الإحصاء بنتعامل مع بيانات. إحنا في عنا بيانات في الديسكريبتيف، إحنا البيانات هاي بننظمها وبنجمعها وبنظبطها في جداول وبنظبطها بأشكال بيانية على شكل رسومات، على شكل يعني تيبلز، ونطلع منها بخلاصات وصفية. فعمليات الجمع والتنظيم هاي والوصف للبيانات، سواء كان أخذ شكل رقمي أو أخذ شكل جرافيكال رسومات بيانية، هذه كلها ديسكريبتيف ستاتستكس. متى بنبلش نحكي إن إحنا عم نشتغل انفرنشال ستاتستكس؟ لما أكون أنا في شغلة معينة مو فاهمها عن المجتمع ككل وبدي أدرسها، فأنا صعب علي إن أنا أدرس المجتمع ككل لما يكون عدده كبير، فبروح باخد عينة منه، والعينة هاي اللي باخدها من المجتمع
بحسب الديسكريبتيفز لإلها، وبصير بدي أقدر للمجتمع الكلي من خلال الأرقام اللي أخذتها من العينة. يعني أنا العينة كلما كانت ممثلة للمجتمع كل ما استطعت إني أعمم النتائج تبعتها. ففي حالات التقدير واختبار الفرضيات إحنا بيكون عندنا داتا وبيانات تخص جزء من المجتمع، ونحن في الأساس نريد أن نفهم ما يحدث في المجتمع ككل، فنحاول أنه نستقرأ أو نستدل ببيانات العينة حول المجتمع ككل. فهنا هاي فكرة التقدير والإنفرنشال استاتيستكس، سواء بأسلوب التخمين والتقدير أو بأسلوب اختبار الفرضيات. وضحت الأمور حتى الآن؟ تمام دكتور. واضح. طيب، بعد ما خلصنا موضوع أنواع الإحصاء النوعين، وكملنا بعد ذلك في موضوع يعني البيوستاتيستيكس، وحكينا أنه راح نطبق مفاهيم الإحصاء ولكن على العينات البيولوجية والصحية والطبية والصيدلانية والجميع المجالات اللي مرتبطة بالصحة، فهي نفس مفاهيم الإحصاء لكن راح ناخدها إلى الجوانب البيولوجية والصحية والصيدلانية وغير ذلك. بعد ذلك رحنا انتقلنا إلى طبيعة أنواع، حكينا أنه أغلب ما الأرقام والمعلومات التي نتعامل معها في الإحصاء، المادة الخام تبعت الإحصاء اللي هي شو سميناها؟ داتا. سميناها الداتا أو البيانات. والبيانات غالباً إحنا بنتكلم عن بيانات بتكون بصور رقمية، يعني نبحث عن الأرقام، ومن يمتلك البيانات والأرقام يمتلك مصدر من مصادر القوة، لأنه يستطيع أنه يفسر ويقدم الكثير من التحليلات حول الظواهر الموجودة. بعد هيك إيش كلمنا عن؟ يعطيك العافية دكتور. تفضل دكتور، بس مشان تسجيل المحاضرة لا تنساه. أعتقد أنه مفروض أنه عم بيسجل ولا وقف. عم بيسجل. أنا كنت كابس على زر التسجيل، فالأصل عم بيسجل. لا بس عندي مش مبين. تمام. طيب شكراً لك للتذكير، يعني ما في مشكلة. طيب بعد ما تكلمنا عن الـ يعني الرو ماتيريال تبعتنا أو الرو سبجكت اللي احنا بنتعامل معه في الإحصاء هو البيانات، بعدين عن ايش تكلمنا؟ دكتور حكينا عن مصادر البيانات. مصادر الداتا. تكلمنا عن المصادر، حكينا في عنا مجموعة من الأماكن أو المصادر اللي بقدر أستقي منها البيانات تبعتي، حكينا عن الاستطلاعات، حكينا عن التقارير المنشورة سابقا، حكينا عن الإكسبرمنتس والتجريب وتدوين نتائج الريسبونس تبعت التجارب، وحكينا عن الاكسترنال سورسز او المصادر الخارجيه لما ارجع يعني للتقارير السابقه او الدراسات ببلشت المنشوره وهكذا، صح ولا لا؟ صح دكتور. شو سمينا الدراسات التي نبحث فيها في بيانات تاريخيه معموله سابقا؟ شو سمينا هذا النوع من الدراسات؟ Retrospective study في الأبعاد الزمنية للدراسات، إما إنه إحنا نكون عم نشتغل على بيانات تاريخية historical معمولة سابقاً، فبنسمي هذا النوع من الدراسات Retrospective study، وتكون المادة الرقمية اللي بنتعامل معها أو البيانات الرقمية بيانات تاريخية، يعني أحداث حدثت الأرقام تبعتها قرئت في الماضي history من التاريخ،
وإذا بدي أشتغل على بيانات موجودة في الزمن الحاضر، شو سمينا الدراسة هاي؟ الدراسة شو بنسميها؟ Observational study. نسميها Observational study إذا أنا عم بشتغل في الزمن الحاضر وعم بجمع بيانات الآن حول ظاهرة معينة. وإذا أنا ناوي أشتغل على بيانات عم تنعرض علي أنها ستحدث في المستقبل، شو سمينا الدراسة هاي؟ Prospective study. وحكينا هذه مش موجودة بالسلايدات، يعني هذه ضفناها إضافة على الأنواع الموجودة بالسلايدات لم تكن موجودة، سميناها Prospective study. وحكينا النوع الأخير اللي هو سمينا إيش هو اللي بيأتي نتيجة بيانات بتيجي من التدريب. Designed experiment. تمام، بس بنسميها experimental صحيح؟ تمام دكتور. طيب بعد ذلك تطرقنا إلى ماذا؟ أنواع الداتا. تكلمنا عن أنواع الداتا، إنه إما أن تكون ماذا أو ماذا؟ Constant or variables. إما ثوابت constants وإما متغيرات، وحكينا الغالب إيش هو؟ متغيرات. المتغير أكثر من الثابت، والمتغيرات لها أنواع أو إلها طرق للتعبير عنها. ممكن نحكي عنها متغيرات كمية أو نوعية على حسب هل البيانات أو المتغيرات هذه تأخذ أشكال رقمية أو تأخذ عمليات، تأخذ أسماء أو فئات أو طبيعة معينة. مين أقوى، الكوانتيتيف ولا الكواليتيتيف؟ الكوانتيتيف دائما تعتبر أقوى من الكواليتيتيف. طيب الكواليتيتيف قد تأخذ الأسماء، قد تعتمد على الأسماء للفئة أو أسماء للبيانات زي ذكروا أنثى، أو تأتي بطريقة طبيعة الفئات هذه أو طبيعة الظاهرة اللي بنصفها. قد يكون لها ترتيب زي علامات الطلاب ومستوياتهم مستويات الذكاء أو مستويات التعليم، وقد تكون ملهاش ترتيب فنعتمد على الأسماء. الكوانتيتيف أو الفاريابلز بشكل عام الرقمية، إيش أخذنا تصنيف ثاني إلها غير تصنيف إنه كوانتيتيف أو كواليتيتيف؟ بصراحة كان الراندوم. إنها عشوائية. الراندوم فاريابلز. تمام، بشكل عام أغلب الأرقام اللي بنتعامل معها بتكون راندوم عشوائية تحدث نتيجة الصدفة صحيح. لا تأتي نتيجة تريجر، يعني التغير فيها ناتج من التشانس أو من الصدفة وليس نتيجة والله تغييرات متعمدة. تمام، يعني هنا ما بنتكلم عن dependent variable، متغير مستقل independent ومتغير تابع dependent يتأثر أحدهما بالآخر. تمام؟ تمام. أعطوني إن شاء الله هيك دقيقتين بكون دخلت المكتب وبنرجع نكمل. تمام؟ تمام. الله يعطيكم العافية. دقيقتين.
الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك دكتور. طيب بعد ذلك عن إيش تحدثنا في الراندوم فاريبلز؟ حكينا عن الأنواع. نوعين. حكينا عن الأنواع تبعتها من حيث طبيعة الأرقام اللي قد تكون متصلة continuous أو قد تكون discrete متقطعة. شو الفارق بيناتهم؟ تفضل يا دكتورة مروة. إن المتقطعة بتكون لا تحتوي على كسور وبتكون نتيجة العد، أما المتصلة تحتوي على كسور وبتكون نتيجة العمليات القياسية، عمليات القياس. شكرا دكتورة. الفارق الأساسي زي ما تفضلت زميلتنا مروة أنه الأرقام المتصلة سوري المتقطعة تأخذ أرقام صحيحة لا تعبر عن فترة عددية، وإنما تأخذ أرقام صحيحة داخل الفترات العددية وما فيها كسور. غالبا تأتي نتيجة العد. غالبا المتصل بيكون عبارة قد يأخذ أي قيمة كسرية أو صحيحة داخل فترة عددية معينة، وغالبا ما يكون آتي نتيجة عمليات القياس. واضحة هذه النقاط بالنسبة لكم؟ تمام واضحة؟ تمام واضحة. تمام. بعد ذلك تكلمنا عن ماذا؟ عن الميجرمنت. تكلمنا عن أنواع الميجرمنت والميجرمنت سكيلز، وحكينا إنه في عنا كم ميجرمنت سكيل؟ أربعة. لدينا أربعة، اثنين منهم للكوانتيتيف واثنين منهم للكواليتيف. مين الأقوى فيهم في الباور؟ الكوانتيتيف. دائما الكوانتيتيف. دكتور الكواليتيف. دائما وأبدا الكوانتيتيف هي الأقوى. وداخل الكوانتيتيف في كم سكيل داخل الكوانتيتيف؟ شو السكيلز تاعت الكوانتيتيف؟ اثنين دكتور. اثنين اللي هما الانترفال والراتيو. الراتيو سكيل والانترفال سكيل، شو الفرق بيناتهم؟ احكي دكتور. اتفضل عبد الله. دكتور الراتيو الفرق الاساسي مع الانترفال انه الراتيو عندنا الصفر بيكون له قيمة حقيقية بس ما بتنطبق على الكل، يعني مثل الوزن أو الطول، بينما الانترفال بيكون عندنا للصفر مو قيمة حقيقية، مثل ممكن قيمة البي اتش بتساوي صفر، هذا بيدل على أنه قوة الوسط الحمضي. تمام، يعني اللي نتكلم أنه الصفر في الانترفال بيكون صفر اصطلاحي. تمام؟ تمام. وليس صفرا حقيقيا بمعنى العدمية، زي لما أدخل على صف ألقى فاضي ما في ولا حدا، أقول والله صفر، لا يوجد عدد من لا يوجد طلاب. تمام 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 دكتور. تكلمنا بعد ذلك عن التو سكيلز تعون الكواليتاتيف ميجرمنت، صحيح؟ صحيح دكتور. فتكلمنا عن الاوردينال سكيل والنومينال سكيل، مين اقوى الاوردينال ام النومينال؟ اوردينال. الاوردينال دكتور. الأوردينال أقوى لأنه بيدل على أو يحوي داخله على ترتيب، هناك ترتيب، يعني نستطيع أن نفهم الفرق ما بين كل رتبة والأخرى. صحيح لا نستطيع أن نقيسها أنه بالضبط شو هي الفارق بالضبط، ولكن على الأقل الحد الأدنى أنه في ترتيب، في رتبة أعلى من الأخرى أو في فئة أعلى من الأخرى في الرانك تبعها. تمام؟
تمام. وتكلمنا على النومينال سكيل اللي هو بس عبارة عن انه بيرتب البيانات النوعية على حسب الاسم او اسم الفئة، نقول ذكر وانثى وهكذا. تمام تمام تمام. طيب دكتور، ننتقل اليوم نكمل الماك اللي كنا بدأناه في المرة الماضية، ونتابع انه كمان استكمال ل يعني مفاهيم الإحصاء. لما نتكلم عما يسمى لما نيجي نعمل، حكينا في observational studies، اني انا بعمل observation لبيانات موجودة الآن. كلمة observation او ملاحظة ماذا تعني؟ هي عبارة عن اي شكل من اشكال numerically recording of information. يعني بصرف النظر احنا لما اخذ قياس او اعد الطلاب او اسجل اي بيانات رقميه، كل واحده منهم تسمى observation، خاصه لما اكون بشتغل على بيانات عم بسحبها الان او باخذ قراءاتها الان. كل واحده، كل بيان او كل داتا نيوميريكال لحالها بسميها observation، سواء كنت عم بقيس طول معين او وزن معين او هارت ريت او بلاد بريشر او كنت عم بعمل عد للبيانات اللي بين ايدينا. تمام، فهي هذه تسمى observation، كل واحده من القراءات تسمى observation. واضح يا جماعه؟ فسواء كنت عم بقيس أو كنت عم بسجل أو بدون الملاحظة اللي أنا شفتها، إنه ذكر أو أنثى أو وجه العملة أو ظهر العملة head or tail أو إجابة على سؤال yes or no، كل واحدة من هذول الإجابات أو كل واحدة من هذول البيانات تسمى observation. تمام؟ تمام دكتور. طيب في عندنا كمان واحدة من الترمينولوجيز اللي هي المجتمع والعينة، population and sample، هذول مفاهيم مهمة لازم نتطرق لها وتكون واضحة في أذهانكم. كلمة population ماذا تعني؟ population المجتمع هو total collection، يعني كل collection لكل possible observations سواء كانت محدودة أو غير محدودة، finite or infinite، relevant to some characteristic of interest at a particular time. في أي لحظة من اللحظات بدي أنا أدرس ظاهرة معينة، لما بدي أدرس ظاهرة لازم أعرف أنا بدرس الظاهرة في أنو مجتمع. فلا نقصد بكلمة population فقط يعني المجتمع السكاني أو المجتمع لدولة ما. فلو مثلا حكينا بدي أعمل أنا دراسة على تأثير مثلا مساحة الصيدلية على مبيعات الصيدليات، شو البوبوليشن راح يكون اللي أنا بدي أدرسه هون في هاي الحالة؟ تجمع أدوية. لاحظوا، بدي أدرس تأثير مساحة الصيدليات على مبيعاتها، فأنا المجتمع تبعي اللي أنا بدي أنا أقيس الأرقام أو الظاهرة عنده، شو المجتمع تبعي؟ مين اللي رح يجاوبني على المجتمع تبعي؟ هو جميع الصيدليات الموجودة مثلا في الأردن، فهذا هو المجتمع اللي أنا رح أنا أروح أسأله عن مبيعاته وأسأله عن المساحة، وأصير بعدين أدرس العلاقة بين الاثنين باستخدام الكوريليشن كوفيشنت أو الريجريشن وهكذا. هذه أمور رح نأخذها لاحقا، بس عشان نعرف ما معنى المجتمع. المجتمع هو كل البوسيبل أوبزرفيشنز اللي أنا بدي أخذ منها البيانات وأدونها، وقد يكون هذول الobservations أو هذا المجتمع قد يكون محدد وقد لا يكون محدد. ما الفرق بين المحدد وغير المحدد؟ يعني إما المجتمع يدرك كامل وإله من أوله لآخره بنقدر نحصره، أو إنه صعب حصره. يعني مثلا لو جينا قلنا فواتير المشتريات في مؤسسة معينة أو جميع فواتير المشتريات في مؤسسة معينة، يعني المؤسسات اللي شغالة إلها عشرات السنين، كلمة فواتير المشتريات لو قلت خلال سنة معينة بقدر أحصرها، بس لما نقول والله بدي أنا أخذ مجتمعي جميع فواتير المشتريات للشركة، هل فواتير المشتريات أو المبيعات تتوقف عند لحظة معينة ولا مستمرة؟
مستمرة ما لم أنا أحدد زمن معين، وبالتالي هذه مجتمعات غير محددة. لما أنا أقول والله المجتمع تبعي يعني فواتير المشتريات تبعت الشركة أو تبعت أو فواتير المبيعات، بس لو جيت قلت والله عدد المستشفيات، عدد الصيادلة، عدد، لما تيجي تتكلم عن مجتمعات محددة فإحنا بنتكلم عن مجتمعات محصورة، ممكن أنا أكون في ألاقي تعداد لإلها وبالتالي محصور العدد تبعها. وبيفرق الفينت عن الانفينيت بوبيوليشن لقدام لما نيجي نحتسب العينة الممثلة للبوبيوليشن، في كوركشن فاكتور بيستخدم لما يكون المجتمع محدد عن ذلك اللي بيكون غير محدد، حتى أنا أحتسب العينة المناسبة اللي ممكن لو أنا أخذت البيانات تبعتها أقدر أعمم نتائجها على المجتمع. بس بيهمني تكونوا فهمتوا كلمة مجتمع هاي شو معناها. مجتمع مش معناته عدد السكان أو مجتمع السكاني، مجتمع تعني جميع الـ 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 الأفراد اللي بيتضمنوا الظاهرة اللي أنا بدي أدرسها، وبدهم يستجيبوا جميع الريسبوندنتس تبعوني في الدراسة. تمام؟ تمام دكتور. طيب والسامبل العينة، السامبل هي بارت، هي جزء من المجتمع ككل. ليه أنا بروح للسامبل ما بروح للمجتمع في الدراسات؟ والله إذا المجتمع عندي صغير وممكن التعامل معه 10 أو 15 واحد، يعني غير لما يكون أنا عندي مجتمعات بعشرات الآلاف أو بالآلاف أو بالمئات، فأنا ما بقدر أنا براكتيكالي عمليا، مش عملي إن أنا أتعامل مع دائما مع المجتمعات ككل. فبالعادة نحتاج أن نأخذ عينة ممثلة للمجتمع، نطلع البيانات اللي بدنا إياها اللي بدنا نصفها فيها، وندرس قابلية تعميم بيانات العينة على المجتمع ككل. فأنا بأخذ السامبل، باخذ مثلا جزء من صيدليات الاردن وبدرس فيهم العلاقه ما بين المبيعات وعدد والمساحه، او المبيعات وعدد الرفوف، او المبيعات وتدريب العاملين فيها، وهكذا. فانا باخذ السامبل وبطلع الاستاتستكس تبعتها، ونسمي احصاءات السامبل نسميها استاتستكس، الكاركترستكس تاعت السامبل نسميها احصاءات. أما المجتمع لما أنا أطلع بالأرقام تاعت المجتمع ككل فنسمي الخصائص تبعته معلمات، باراميترز، باراميترز of the population. عادة معلمات المجتمع تكون ثابتة ضمن فترات زمنية معينة، فبنقول دائما في أي بلد معدلات الدخل، معدلات البطالة، معدلات الإنفاق، معدلات الوفيات كذا، يوجوالي بتكون ثابتة لفترات، يعني تأخذ مثلا لكل مثلا 3 سنوات، كل 5 سنوات، فتعتبر وكأنها خصائص لهذا المجتمع بشكل عام، وتعاد زي دائرة الإحصاءات العامة لما بتعيد التعداد السكاني كل مثلا 3 سنوات أو كل 5 سنوات وهكذا. أما العينات فهي هيتروجينيك، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن محافظة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، ولكن بمجموع العينات مع بعضها اللي بتشكل المجتمع بتذوب الفروقات وتصبح معلمات المجتمع معبرة عن الجميع. لكن العينات لا، قد تختلف، فما بتكون البيانات تبعتها ثوابت، وهذا راح يكون جزء من الاختلافات الكبيرة ما بين العينة والمجتمع اللي لقدام راح نعرف وقت ما نيجي ندرس التخمين والتقدير، نكون عم نعرف انه بدنا نكون دائما ماشيين بضوابط معينة عشان لما بدي أعمم، لما بدي أجي أخذ شغلة من عينة أعكسها على مجتمع بدي أكون كتير مراعي الضوابط الإحصائية اللي تجعل من أنه أخذ معلومات من السامبل للمجتمع إنها قابلة للتعميم، لأن في عنا كتير من المحاذير والضوابط لازم تأخذ حتى تكون الديزاين of the experiment أو of the research يكون مناسب وملائم لعمليات التعميم. وفي طبعا انواع كثير للسامبلز، convenient samples وراندوم samples وsystematic samples، راح ناخذ هذا الكلام لاحقا ان شاء الله. اي حدا عنده اي سؤال زميلاتي وزملائي لغايه الان؟ اي question؟ واضحه الامور لغايه الان؟
تمام دكتور. واضحه دكتور. واضحه تمام. واضحه تمام. في عنا كمان توبك في الإحصاء في المقدمة بنتكلم عن طريقة عرض البيانات methods of presentation of data. أنت لما بدك تعمل presentation لأي حدا طالب منك presentation معينة، يا إما بتعرض كلام لحال أو بتعرض صور وبيانات أو بتعمل mix ما بين الجهتين. فإحنا في presentations of data في statistics أو biostatistics احنا بنتكلم عن اما بنتكلم بنستخدم الجرافيكال بريزنتيشن، وطبعا هذا جزء من الاحصاء الوصفي. It is a part of the descriptive statistics، اني انا اصف البيانات، اجمع والخص وانظم واعرض البيانات على شكل اما رسومات بيانيه او على شكل وصف رقمي، وصف عددي، معدل ووسيط ووسط ومنوال وهكذا، فوانحراف معياري ومدى وتباين. هذه كلها اما نستخدم الميثودز الجرافيكال بريزنتيشن او النيوميريكال بريزنتيشن، والماثيماتيكال بريزنتيشن لما تكون على شكل معادلات تربط ما بين ارقام س تساوي 2 ص زائد 3 مثلا. يعني هذه اللي كلها عباره عن وسائل لعرض البيانات مع بعض يعني بشكل عام، وقد نجمع ما بينها. يعني ممكن نحط جرافيكال مع نيوميريكال، ما في ما يمنع ابدا انه يكون في مزيد من الوصف للبيانات من خلال بوث الجرافيكال مع النيوميريكال بريزنتيشن. راح نبلش ب يعني طرق العرض الرقميه او النيوميريكال، ونتطرق للجرافيكال بشكل سريع عشان تتاخذوا لكم فكره عن الانواع هذولا. البيانات الرقمية اللي بين ايدينا سواء ناتجة عن عد او ناتجة عن قياس، بكل بساطة بحطها بجدول tabular representation. وقد يكون tabular representation simple بياخد ظاهرة واحدة لحالها، وقد يكون معقد بياخد اكتر من ظاهرة مع بعض. وبالعادة بيكون الجدول عبارة عن اسم الـ variable او المتغير ووحدة القياس تبعته اللي أنا بدي أقيس أو أعدها، وبعدين الكاتيجوريز اللي تحته والفريكوانسي يعني معدل تكرار. يعني ببدأ أعد أو بقيس وبحط كل كاتيجوري كم القياس تبعها أو كم العدد تبعها، وبالأخير بصير في عندي التوتل لكامل العدد اللي كامل عدد العينة أو المجتمع اللي أنا بشتغل فيه اللي أنا عديته. وممكن نحسب كذلك في الجدول البيرسنت تاعت كل كاتيجوري. كيف بطلع البيرسنت اللي حققها كل كاتيجوري؟ بضرب 100%. هو التوتال 100%. كيف اخذ البيرسنت لكل يعني انا هنا حطيت الفريكوانسي او التكرارات، حطيت التكرار تبع كل، يعني مثلا لو جيت اقول بدي انا اشوف علامات الطلاب وصنفت العلامات كل خمس علامات مع بعض، حكيت اللي من 90 من 100 ل 95 ومن 90 ل 95 ومن 85 ل 90، كل خمسة حطيتهم وصرت اعد الطلاب في كل فئة. طيب بدي انا نسبة عدد الطلاب اللي جابوا الفئة من 90 ل 95، كيف احسبها؟ بدي البيرسنت اللي هم عدد احكي انا اللي عندي على كل سامح طول. بس عشان اللي رافعين ايديهم نحكي سامح تفضل ونسمع من مروه بعده. سامح تفضل. دكتور ناخذ العدد المعين بعدين نحطه على التوتال ونضرب ب 100. ممتاز. سمبل ان انا باخذ كل كاتيجوري التكرار تبعها، كم التكرار تبعها، واقسمه على التوتال على التوتال العدد واضرب في 100%. هيك تطلع معي النسبه. النسبة التوتال هي 100%، ولكن كل جزء حيكون له بيرسنتجز، وبنصير نقول والله كم فئة بتحقق 70%، كم يعني بنصير نقول وين أكثر فئتين مثلا متجمع فيها البيانات، وين أقل فئتين متجمع فيها البيانات وهكذا. وضح لكم يعني هذا الشكل اللي هو التابلز. تمام دكتور. تمام. لما بنيجي نحول هذا التيبل لرسم بياني، يا اما طبعا يا باخذ اكس اكسس واي اكسس وارسم الكاتيجوري مقابل التكرار، يا ارسم الكاتيجوري مقابل البيرسنت.
يعني بقدر أعمل الجهتين، يعني بقدر أعمل التشارت بحيث أنه يأخذ الكاتيجوري مع الفريكونسي اللي هو التكرارات، أو أخذ الكاتيجوري مع النسبة تبعتها من 100%، وخاصة لما نستخدم رسمة الكعكة مثلا الدونات تشارت أو الباي تشارت. الباي تشارت رسمة الكعكة بتعطيك الحصص، بناخذ فيها حصة كل كاتيجوري من التوتال، من الكعكة التوتال، فبتكون على شكل باي تشارت بمية بالمية. طبعا حناخذها كمان شوي. هذا اكزامبل مثلا لو بدي اشوف البلاد جروبس لطلاب مثلا قاعة صفية او لطلاب جامعة او كذا، وهي الجروبس A B A B O، وبعد الفريكونسي التكرار تبعهم في القاعة الصفية مثلا، وبعدين النسبة اللي هي حاصل قسمة الفريكونسي لكل واحدة على التوتال مضروب في 100%. واضح؟ هاي distribution of 50 patients at a surgical department of Alexandria hospital in May 2008 according to their blood groups. تمام؟ واضح؟ كمان هذا another table أو frequency distribution بيسموه، نفس الشيء بس هون بنتكلم عن الفئات العمرية. هذا كومبلكس الآن، هذا كومبلكس فريكوانسي ديستريبيوشن، هو التابل هذا اسمه فريكوانسي ديستريبيوشن سواء كان سيمبل أو كومبلكس. هون ليش كومبلكس؟ لأنه ماخد تو يعني تو كاتيجوريز أوف داتا، ماخد مثلا النوع السموكينج، وماخد نوع الكانسر ما بين الكيس وما بين الكنترول. فلكل نوع له عدد وفريكوانسي، يعني بيصير في زي كروس ستدي ما بين فئتين. يعني بدي أربط ما بين نوع السموكينج أو ديجري أوف سموكينج مع طبيعة الكانسر في عينتين، عينة الكنترول وعينة المرضى، الكنترول الصحيحين والكنترول والكيسز المرضى. فهذا بنسميه كومبلكس. فباجي بقول السموكرز المصابين كم عددهم اللي عندهم مشخصين بالمرض، وكم السموكرز اللي صحيحين ما عندهمش المرض، وبحسب النسبة داخل كل واحدة. النون سموكرز كم اللي عندهم هذا النوع من الكانسر اللي هو اللنج كانسر، والنون سموكرز كم. يعني مثلا واحد بيقدر يطلع يقول والله في فئة السموكرز اللنج كانسر بيشكل 75% مقارنة مع 20% من اللي مش اللي مدخنين في العينة الصحيحة اللي مش مصابين. والنون سموكرز غير المدخنين نسبة اللنج كانسر فقط 25%، وغير المدخنين الصحيحين اللي ما عندهم كانسر 80%. فبيقدر هيك يشوف انه الارقام وكأنه انه مثلا المدخنين كل ما كان في تدخين او فئة المدخنين كل ما كانت العدد الكيسز تبعت اللنج كانسر بتكون نسبتها اعلى. يعني هذا كومبلكس فريكونسي ديستريبيوشن. فواضح ليش سميناه كومبلكس؟ واضح دكتور. واضح دكتور. تمام. كمان من الجرافيكال برزنتيشنز زي ما حكينا ممكن ناخذ الاحداثيات الاكس واي وندرس العلاقه ما بين متغيرين، متغير مستقل عاده بيكون هو الاكس اكسس، ومتغير تابع هو الواي اكسس. فممكن اخذ هذا بيسموه المسطح البياني او البلين ديستريبيوشن او البلين جرافيكال برزنتيشن، وبكون حامل ازواج من الاعداد الاكس والقيمه المقابله من واي. واحيانا ما بنروح للنوع هذا المسطح البياني، بنروح لشيء اسمه هيستوغرامز او بار تشارت او سكاتر بلوتس او باي تشارت او فريكوانسي بوليجون او اوجيف.
كلها هاي أشكال من الرسومات البيانية. مثلا زي هيك، هذا اسمه line graph. إيش يعني line graph؟ بيعني إن أنا بأخذ مثلا العدد، العدد الظاهرة وتكرارها، السنوات مثلا، والماternal mortality rate. هذا البيانات اللاين جراف بيمثل الماternal mortality rate، رمز لها بالرمز MMR maternal mortality rate في دولة معينة ما بين الأعوام 1960 ل 2000. فالسنوات على X axis والمعدل تبع المورتاليتي ريت على الواي اكسس، بيحط السنة والتكرار المقابل لها. 1960 المعدل 50، 1970 المعدل بين 40 و50، 45 وهكذا. بعدين بيوصل ما بين النقاط، فبيعطيك مبين انه منحنى بياني خطي لاين جراف عم بيتناقص ولا بيتزايد. يتناقص. فهو هيك أعطاك وسيلة وصفية إنك تقول بكل بساطة إنه يعني معدلات الوفيات أو الماتيرنال مورتاليتي ريت في تلك الدولة ما بين 90 ل 2000 تناقص من 50 إلى إنه وصل إلى 12. هي عملية توضيح لوصف البيانات، هذا اسمه line graph، لأنه بنرسم الفئة وتكرارها، الفئة على الإكس أكسس وتكرارها على الواي أكسس، وبنوصل النقاط بخط مستقيم ما بين كل نقطة والثانية. الفريكونسي بوليجون اللي هو هذا، هذا الفريكونسي بوليجون عشان أنا أرسمه هنا لازم أنا أجي أخذ، يعني هنا بنتكلم على الديستريبيوشن ل 45 مريض في مكان معين في زمن معين من خلال عمرهم ونوعهم. في الفريكونسي بوليجونز في إشي اسمه مجموعة تكرارات، وفي إشي اسمه يعني النقطة الوسطية في الفئة. فمثلا لما أجي أحكي الأعمار من 20 إلى أقل من 30، من 30 لأقل من 40، من 40 لأقل من 50، من 50 لأقل من 60، بعدين من 60 إلى 70، بحط لكل جندر، لكل جنس بحط التكرار اللي داخل تلك الفئة. كل فئة من الفئات إلها ميد بوينت. الميد بوينت انترفل تبعت اي فئه هي مجموع الحد الادنى تبعها 20 ومجموع الحد الاعلى تبعها 30 على 2، فبيطلع عندي هدول الميد بوينتس. الميد بوينتس للفئه الاولى 25، الميد بوينت للفئه الثانيه 35، الميد بوينت للفئه الثالثه 45 اللي هي يعني بين 40 و50 وهكذا. لما اجي ارسم الفريكوانسي بوليجونز ما برسم الفئات، في رسومات زي الهيستوغرامز مثلا بترسم الفئات، انا برسم الميد بوينت والتكرار المقابلها لكل نوع من السكسز او الجندرز. فبرسم الميد بوينت 25 مقابلها 3 في الميلز و2 في الفيميلز، هاي الرسمة. فانا على الاكس اكسس ما بحط الفئة اللي هي يعني في هذا النوع من من التشارتس اللي بيسموه فريكوانسي بوليجونز، انا باخذ الميد بوينت تاعت الفئه مقابل التكرار تبعها عند الميل كم وعند الفيميل كم بتكون وهكذا. طبعا يا باخذ التكرار كعدد او كنسبه، يعني هون الميلز كانوا 3، 3 من 25 نسبتهم 12%، الفيميلز 2 من 20 نسبتهم 10%. فانا ممكن ارسم الميد بوينت مع التكرار او مع الفئة، هو راسمها مع التكرار. شوفوا هنا راسمها مع البيرسنتجز، ال 25 الميلز، الميلز حيكونوا تقريبا 12، الفيميلز 10 وهكذا. واضح لكم الفريكونسي بوليجون؟ واضح. تمام. الفريكونسي كيرف
برضو هو يعني شكل آخر من أشكال التعبير عن البيانات، بس كمان أنا هنا باخد الفئة أو باخد الـ يعني الـ الفئات وبرسم التكرارات تبعتها مقابلها، وبوصل بينهم باليد، يعني باليد بوصل ما بين النقاط، فبيطلع معي الرسمة تاعت المنحنى البياني أو الديستريبيوشن تبع المنحنى البياني. طبعا في إشي اسمه كيومولاتيف بيرسنت، في إشي اسمه كيومولاتيف بيرسنت، ديروا بالكم هاي نقطة مهمة. يعني هنا لما أنا عملت التكرارات هدولة بقدر أنا أحط عمود جنبه وأخذ تجميع التكرارات، يعني بكون ببلش بالتكرار تبع الفئة الأقل، بعدين باجي على اللي بعدها بتكون باخذ الكيومولاتيف اللي هو مجموع الفئة مع اللي قبلها، وهكذا. بيفيدنا الكيومولاتيف فريكونسي ديستريبيوشن في كثير من الدراسات الإحصائية، بسموه كيومولاتيف فريكونسي ديستريبيوشن. تمام، هاي مثلا يعني شكل بيبين لنا انواع الفريكوانسي كيرفز، اللي هو الفريكوانسي كيرف اللي هو بيكون كل فئه والتكرار تبعها، وبرسم باليد او بوصلهم باليد كل فئه وكم التكرار تبعها. فيا بيطلع شكل البيانات زي هيك، هذا بسموه البيل كيرف، هذا الشكل سيمتريكال ديستريبيوشن، زي عامل زي الجرس او بسموه البيل كيرف او سيمتريكال ديستريبيوشن. شايفينه كيف سيمتريكال، يعني جاي تقريبا ما فيش فيه انحناءات، ما فيش فيه ميلان باتجاه اليمين او اليسار، هو جاي زي متوازن ما بين البيانات القليله والبيانات الكبيره. واضح، هذا اسمه symmetrical distribution. في نوع آخر ممكن يكون skewed، يعني مفلطح إلى اليمين أو مفلطح إلى اليسار، skewed to the right. شوفوا الديل، هذا اسمه tail of the distribution. شايفين هذا tail of the distribution، التيل مسحوب كثير باتجاه اليسار او مسحوب كثير باتجاه اليمين، فهذا بنسميه skewed distribution، اما skewed to the right او skewed to the left. واضح؟ طيب حدا بيقدر يعرف شو اللي بيسحب الديل بهاي الطريقة لبيانات معينة؟ عشان نقدم لكم يعني نعمل مقدمة صغيرة للنيوميريكال برزنتيشن. دكتور ممكن نسبة في فترة زمنية معينة؟ إيش عفوا؟ تكون نسبة مثلا ثابتة في فترة زمنية معينة أو في فئة معينة. شكرا عبد الله. هو الفكرة في موضوع الديل، يعني طالما أنا عم برسم البيانات مع تكرارها، لما يكون في بيانات متطرفة يعني بعيدة عن التمركز تبع البيانات، بعيدة عن تمركز البيانات، لما يكون في بيانات متطرفة البيانات هاي بتسحب الديل تبع القراءات. فلما نكون عندنا بيانات قليلة جدا أو عالية جدا، شوفوا في الكيرف اللي باللون الموف، هذا اللون اللي زميلاتنا الصبايا بيحبوه ولا ما بتحبوه؟ بلى دكتور. تمام، هذا الكيرف شايفين الديل تبعه كيف مسحوب باتجاه اليسار، هذا الكيرف اللي مسحوب باليسار لأن هناك بيانات متطرفة. إيش يعني بيانات متطرفة؟ بسموهم outliers، يعني البيانات كلها أغلبها متمركزة مثلا بين الـ 11 وبين الـ 21 أو متمركزة في هذا الجزء، وطلعت لك في أكم من بيان ساحب الديل باتجاه، يعني قراءات قليلة جدا، بعكس المنحنى الثاني هذا الكحلي، هذا في بيانات عالية جدا متطرفة باتجاه اليمين أكثر. فهي البيانات المتطرفة هاي بتسحب الديل تبع الديستريبيوشن، يعني هي التكرار تبعها قليل
ولكن هي موجودة فساحبة الديل باتجاه اليسار يعني للأعداد الأقل أو لليمين للأعداد الأعلى. طبعا عندنا اليو شيب ديستريبيوشن اللي هو مبين ماخذ شكل اليو شيب, الجي ديستريبيوشن, هذه كلها عبارة عن بس عشان تكونوا عارفين أنواع يعني الأسماء هاي, لما تشوفوا ديستريبيوشنز هاي الطريقة تقولوا هذا يو شيب, هذا بيل شيب, هذا سيمتريكال, هذا نون سيمتريكال, هذا جي شيب وهكذا. هذا الهيستوغرام اللي حكينا عنه, الهيستوغرام نأخذ فيه الفئات مع الكيومولاتيف فريكوانسي, الكيومولاتيف فريكوانسي بيرسنت. لاحظوا متذكرين لما قلت لكم انه بنعمل عمود اخر نحط الكيومولاتيف فريكوانسي, تمام؟ دكتور. تمام دكتور. فهنا ممكن ناخد احنا الفريكوانسي وبطلع البيرسنت تبعته. سوري هنا مش الكيومولاتيف, هنا باخد الفريكوانسي. وفي نوع تاني بنسموه كيومولاتيف مش موجود في السلايدات, هنا مش موجود بهاي السلايدات, بيسموه البوليجون. البوليجون الهيستوغرام بس بياخد البيرسنت مباشرة لكل فئة, فباخد الفئة وباخد البيرسنت. لكن الهيستوغرام الميزة فيه انه بيكون الفئات متصلة, يعني ما بنرسم كل فئة ببار او بعمود خاص فيها, هنا العمود الخاص فيها متصل مع الأعمدة الأخرى, كل فئة والفريكوانسي تبعتها متصلات مع بعض. البار تشارت منفصلين, يعني بحط كل واحدة منفصلة عن الأخرى مش متصلات مقابل الفريكونس تبعتها. اللي فيه الكيومولاتيف ديستريبيوشن اسمه بوليجون. البوليجون يأخذ الكيومولاتيف, بياخذ كل فئة مع الكيومولاتيف المقابل لإلها. هذا مش موجود في السلايدات هنا. هذه كلها أمثلة على البار تشارت. هذا بار تشارت يعني للمراية الستيتس, يعني لفئة واحدة من البيانات. هنا البار تشارت لفئتين من البيانات, ذكور وإناث. يعني أخذنا مراية الستيتس وضمن الذكور وضمن الإناث, يعني كومبلكس أكتر شوي. الباي تشارت الكعكة اللي هي بتاخد الفئة والتكرار تبع هاي الفئة, مثلاً قديش بنصرف على النوع كل عائلة قديش بتصرف على فئة معينة من المستهلكات, الطعام, الملابس, الأجار وهكذا. كيف نحتسب الزاوية تبعت الباي تشارت؟ الباي تشارت كلها 360 درجة, تمام؟ لما بدي أحسب الأنجل تبع كل فئة باخذ الاكسبندتشر او التكرار المقابل وبقسمه على التوتال وبضرب في 360 فبتطلع لي الانجل تبعته. يعني مثلا لو بدي اعرف الانجل تبعت الفود شو اعمل؟ نقسم 50 على 150 وضرب 360. نقسم 50 على 150 ضرب 360 فتطلع لي الانجل 120, فباجي من منتصف الدائرة برسم النصف قطر وبرسم الزاوية 120 وبطلع مثلا هاي الفود 120, الكلوذينج مثلا 72 وهكذا, 48 الهاوس رنت, لما أكمل الباي تشار كاملة. طبعا يا جماعة كله هذا إحنا صار كله كمبيوترايزد, بكبسة زر بتطلع كل هاي الرسومات. وهاي الدونات تشارت هاي كلها عبارة عن graphical presentations of data, الهدف منها تتعرفوا على الأسماء تبعتها, ولا هي حاليا الآن كلها بيتم استخراجها يعني من خلال الإكسل أو SPSS وكلها بترسم كمبيوتريا بشكل مباشر. واضح الأمور؟ حدا عنده أي سؤال؟ واضح دكتور. واضح دكتور. طيب كيف ممكن يجي سؤال على هاي الأشياء؟ عفوا بس لو تعيد السؤال أغلبك.
كيف ممكن يجي أسئلة على هاي الأشياء اللي أخذناها، ولا هاي بس يعني مقدم؟ المفاهيم النظرية، وإن كنت يعني ما يعني أنا بفضل تطبيقاتها العملية. لما نبلش نحكي بالنيوميريكال في المحاضرة القادمة اللي هو الديسكريبتيف ستاتستكس، بالعادة بجيب الأسئلة تطبيقات عملية، بس كمان لازم تكونوا فاهمين الثيوري. يعني مثلا ممكن أجيب لك والله أقول لك طلع المعدل أو الوسط أو الوسيط لبيانات معينة، وبعدين أحط لك سؤال هذه البيانات تعتبر متصلة منفصلة وهكذا، تمام؟ بس الرسم graphical presentation ما راح أجيب لكم عليه. ممكن أعطيكم assignment بس لكم هذا هيك إنه تتعلم كيف ترسم الرسمة، بس يعني هذا كله أصبح الآن يعني ما في يعني من يعني كله بكبسة زر بيطلع. أوكي تمام، شكرا. تمام؟ يعني ما راح أرسم لكم رسمة وأقول لك هذا جي شيب ولا يو شيب ولا كذا، بس لقدام لما يصير يطلع الأشكال ويبي وأصير أسألك هذا المنحنى تبع الظاهرة هاي يعتبر سيمتريكال ولا، لازم يكون عارف إنه سيمتريكال يعني شكله يعني متوسط البيانات فيها ما بين الجزء الأيسر والأيمن وهكذا. تمام تمام، مية مية. الله يعطيكم العافية، نترككم في حفظ الله ورعايته، نلتقيكم المحاضرة القادمة. لا تتركوني يعني أشرح لنهاية المحاضرة زي هيك، يعني يعني آخر خمس دقائق كذا إلكم، فذكروني قبل ننهي قبل بوقت. تمام إن شاء الله دكتور. الله يعطيكم العافية ونلتقيكم المحاضرة. شكرا لكم، شوفكم المحاضرة الجاية على خير إن شاء الله.